وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. طبعا كل مشايخنا لما يحكوا لنا قصة موسى وفتاه والعبد الصالح اللي بيسموه الخضر، كلامهم كله متاخد من الروايات الموروثة في الكتب الصفراء اللي بتقول إن النبي موسى كان بيخطب في قومه، فواحد سأله: أي الناس أعلم؟ فرد موسى قال: أنا. فعتب الله عليه وأوحى إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: وزي أشوفه يا رب؟ ربنا قال له: خد معك حوت وحطه في مكتل، والمكتل هو الزنبيل اللي بيحطوا فيه العنب أو قفة من ورق النخيل بيشيلوا فيه التمر. وقال له في المكان اللي هتفقد فيه الحوت هو هناك. فخد الحوت في المكتل وانطلق هو وفتاه يوشع بن نون لحد ما وصلوا للصخرة، حطوا راسهم وناموا، واضطرب الحوت في المكتل وخد سكته في البحر وسابهم ومشي. وقالوا إن الحوت شرب من عين مية موجودة هناك اسمها عين الحياة، فردت له الروح وتمكن من الهروب وفلسع، وهناك قابل العبد الصالح. واحنا بتعدي علينا القصص دي زي ما هي، عشان اللي بيقولها مش معقول حيكذب على الله ورسوله أو يألف تخاريف. طيبين احنا والله. أم قال له: يا ربي أيوجد أعلم مني في الأرض؟ قال له: إيه، في الأرض أعلم منك، روح على مجمع البحرين هناك هتلاقي عبد تلاقي أعلم منك. فتن رايح على مجمع البحرين عشان يشوف اللي إيه اللي أعلم منه ده، إيه ده. أو خطب مرة فسئل من أعلم فقال: أنا. هو معزول يعني، أنا من البشر يعني، أجاوب كده. فربنا قال له: لا، في أعلم منك برضو ومن البشر، لأن برضو ربنا له الأنبياء برضو يعني، مش معنى أنه النبي يعني يعني يقول له لين به. طيب السؤال هنا: هل سافر موسى وفتاة لمجمع البحرين عن طريق البر ولا البحر؟ والحوت اللي معاه أكيد ميت، لأن المكتل يعني حاجة فيها فراغات وبيدخلها هوا، مش هينفع يحتفظ بالمية. فالحوت اللي هو سمكة أكيد كان ميت. طب إزاي وهو ميت هيخرج يشرب من عين الحياة ويصحى تاني ويهرب؟ وهل في عين اسمها عين الحياة اللي يشرب منها يصحى تاني؟ في حدود علمي بس في أفلام الكرتون للأطفال. وهل الأمر يحتاج تحديد مكان العبد الصالح مخالفة سنن الله في الكون وإعادة الحياة لسمكة، مع إن الرواية حددت المكان مجمع البحرين وموسى توجه لمجمع البحرين وفقد الحوت في مجمع البحرين ولقى العبد الصالح هناك برضو؟ طب ليه يجيب معاه السمكة والمكان متحدد مسبقا وموسى راح المكان المحدد؟ طيب يبقى لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حقب جمع حقبة، وحقب جمع حقبة يعني فترة طويلة من الزمن قدروها بسبعين سنة أو ثمانين سنة. طب أقل الجمع ثلاثة أو أمضي حقبة ثلاثة في سبعين، وناس قالوا ثمانين سنة وناس قالوا سبعين، خليها يبقى ثلاثة في سبعين بكام؟ قال: ولو كنت حمشي 210 سنة المكان إيه؟ مجمع البحرين. العلماء اتفقوا على أن بحرين يلتقوا يبقوا بحر واحد، ودي الصورة دي ما توجدش إلا في مسرح بني إسرائيل، المسرح بتاع بني إسرائيل كله في سيناء، وجنوب سيناء تجد خليج العقبة وخليج الايه السويس، دول بحر وده بحر وملتقين عند القمه، عند ايه اللي بيسموها بتاعه الذهب ولا ايه حاجه، راس محمد، عند راس محمد يجتمعوا كده، يبقى ده الاجتماع. الوقت الحاضر. وللاسف حتى الان المثقفون، الاخوه المثقفون في مصر وادي النيل ما زالوا يستخدمون الاسقاطات التزويريه التوراتيه على تاريخ مصر القديمه كالتسمية الفرعونية مثلا، ذكرنا سابقا ليس هناك أي شيء في آثار مصر وادي النيل اسمه فرعون أو فرعوني، هذا تزوير من التوراة، تزوير صهيوني لتفسير أحداث التوراة. وقلنا أن فرعون كان زعيم عشيرة مصريين شبه جزيرة العرب، وهي قرية عدد سكانها لا يزيد على 70 نسمة.
زمن يوسف بن يعقوب وليست وادي النيل التي لم يكن لها اسم مصر في ذاك الزمن؟ النبي موسى كانت وجهته واضحة من البداية، هدفه أن أبلغ مجمع البحرين، ولما وصلوا آوى هو وفتاه إلى جوار الصخرة يرتاحوا من تعب السفر، وما كانش العبد الصالح هناك موجود في اللحظة دي. وبعد تجاوزهم مجمع البحرين وبعدوا عن الصخرة، قال الفتى أنا نسيت الحوت، واتخذ سبيله في البحر عجبا. الذي أحيا الحوت في أول الأمر من؟ الله سبحانه وتعالى. فلما دبت فيه الحياة وتسرب إلى البحر، الأمر عند الله بسيط، فعبارة عن سرب، ليس في الأمر عجب، لأن الله هو القادر. فالله هو الذي رزق الحوت الحياة مرة أخرى، نعم، ودبت الحياة مرة أخرى بقدرة الله ونعم إلى الحوت، فأخذ سبيله في البحر تسرب، لأن ده قدرة الله، نعم، قدرة الله فوق الشك والتهم. أما لما يوشع أو تلميذ فتى موسى علق، قال فاتخذ سبيله في البحر عجبا. يتعجب، هذه كلمة فتى موسى عجبا، عجب، لأن كيف تدب الحياة مرة أخرى؟ فعندما يتكلم البشر يتكلم بالعجب، وعندما تكون القدرة هي التي تحرك الأمور، فإن الأمر سرب. سهل إن الفتى يفتكر إنه نسي الحوت، بس إزاي هيعرف إن الحوت خرج من المكتل وتسرب للبحر وأخذ طريقه وهو بعيد عنه؟ وهل كان يقدر يشوف المشهد ده من بعيد؟ وإمتى عرف الفتى إنه نسي الحوت؟ عارف لما موسى طلب غداه، قال له الفتى أنا نسيت الحوت. وإيه علاقة الحوت بالغدا؟ هل الحوت هو الغدا؟ وإزاي الحوت هو الغدا وفي نفس الوقت هو العلامة على مكان العبد لما يفقدوه؟ وقبل ما ينسوا الحوت كانوا بيأكلوا إيه؟ الآيات ما وضحتش غرض موسى من الوصول لمجمع البحرين، لكنها ذكرت إن موسى وجد عبدا بصيغة النكرة الغير معرفة، يعني إن موسى ما كانش بيدور عليه مخصوص، ولا كانت صيغة الآية هتكون فوجد العبد الذي آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه إلى آخر الآية. القصة الموروثة ومتداولها زي ما هي مجرد روايات إسرائيلية مش محبوكة، ودخلت على تفسيرات القرآن، وروايات خايبة منسوبة زورا للرسول لا توافق العقل أو المنطق، وبتضيع معنى الآيات وتخرجها عن سياقها المطلوب فهمه واستيعابه. وده اللي هنحاول نعمله وإحنا بنقرأ الآيات. موسى كان عاوز يوصل لمجمع البحرين حتى لو اقتضى الأمر المشوار لزمن طويل، وما قالتش الآيات السبب في الرغبة دي إيه. مجمع البحرين يعني نقطة التقاء بحرين أو مسطحين مائيين، أو يكون مضيق بين بحرين، أو نقطة التقاء نهر بالبحر، أو نقطة التقاء نهرين، أو نقطة التقاء البحر بخليج صغير اتشكل بامتداد لسان من اليابسة داخل البحر. وأغلب الترجيحات للمكان هو ميسوفوتاميا أو ميسوفوتاميا. ميسو يعني وسط، وفوتاميا من فاطم أي الخصب، يعني منطقة خصبة بين النهرين، نهر الثرات ونهر رانيا، واللي في التزوير من أيام الترجمة السبعينية خلوها في العراق، ويحرفون الكلم عن بعض مواضعه شغالة معانا برضو في المشهد ده. آوينا إلى الصخرة، آوى للمكان أو لشخص يعني لاذ بيه أو احتمى، نزل في المكان وأخدوا مأوى له، مش معناها إنهم راحوا في النوم، إنما تعني نزلوا ببساطة إلى جوار الصخرة. موسى وفتاة كانوا بيتحركوا بقارب في البحر، ولما وصلوا مجمع البحرين رسي القارب على ساحل صخري جنب إحدى الصخور، وهناك نسيوا الحوت بتاعهم وتسرب الحوت للبحر، وبعدين مشيوا على رجليهم وتجاوزوا مجمع البحرين وعدوه بمسافة. فتى موسى عارف ان الحوت اتسرب للبحر من قبل ما يتجاوزوا مجمع البحرين، لكنه نسي يقول لموسى في وقتها، لانه من المستحيل يعرف ان الحوت اتسرب للبحر من مكان بعيد.
موسى ما طلبش من فتاه يجيب له الحوت، طلب الغدا. قول الفتى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. القول ده مش بيدل أبداً إن الحوت هو الغدا، ولا يدل إن الفتى ما جابش الغدا أثناء تناولهم الغدا. قال لموسى إن إحنا لما أوينا للصخرة نسيت الحوت وتسرب في البحر. كان هدف موسى الوصول لمجمع البحرين، وعشان كده قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، يعني وصلنا للمكان هو هدفنا ومبتغانا ونجحنا في كده وما عدنا محتاجين للحوت. وبكده يبقى واضح ان الغرض من الحوت هو الوصول لمجمع البحرين. لكن ايه هو الحوت؟ وهل هو سمكة ميتة زي ما قال المفسرين؟ مع بينهما نسي حوتهما. طب الحوت ده نوع من السمك، لكن في بلاد تطلق على كل السمك حوت، لكن الحوت نوع من الايه؟ السمك اللي انتم بتشوفوه، الحوت الكبير ده اللي يكبر قوي ده ويقعد مش عارف كام مش عارف ايه، وياخدوا منه الزيت بتاع كبده ومش عارف ايه. انا قصر الحوت، الحوت بتاعهم كانوا قعدوا حوت عشان ياكلوه في الطريق، وشويينه وحاطينه في المكتل اللي هو في الزل المخلة او المرجونه او اي حاجه عشان لما يجوهم ايه ياكلوه. كتاب يعني. طب الحوت ازاي اتسرب؟ قال نط من المكتل، ادي ايه، واتجه للبحر انه عارف ان دي مسكنه ودي حتته. وبعدين اتخذ سبيله وشافه وهو ايه عامل له ابو عليه وهو ماشي كده، زي ما انت تشوف او سرداب ولا تشوف حاجه شقه حاجه كده تشوف وراها ايه. اتخذ سبيله في البحر ايه دي عجبه لك سرب، لان دي حال الحوت. انما هو عجبه بده يحكي الحكايه، عجبه ليه الحوت المشوي ينط من المكتب وبعدين يروح ضيع على البحر ويسبح في البحر ويترك وراه كده سرب. دي مساله عجيبه. تفسير ان الحوت هو سمكه ده اللي خلى القصة تبان خرافية جدا وغير منطقية. فهل معقول سمكة ميتة ترجع للحياة وتقفز للبحر؟ وإزاي الغرض من الحوت آية وعلامة يدل فقدانها على مكان العبد الصالح، وفي نفس الوقت الحوت هو غدا موسى وفتاه؟ هل كان موسى حياكل اللي حيدله على المكان المنشود؟ قال: أي موسى، ذلك ما كنا نبغي. يعني الحته اللي احنا عايزينها هي اللي الحوت، فكأن الحوت كان اعلم بالموعد من موسى. الحوت ادى مهمته وهي ايصالهم لمجمع البحرين. وكلمه الحوت مش مقصوره على السمك وان كانت الاكثر شهره. الحوت في القواميس تدل على الاستداره والالتفاف والتوازن، وإطلاقها على الأسماك هو التشبيه بيه في الحركة الخفيفة المتعرجة، وبيطلقوها على كل اللي بيتميز بكده. إذن من الواضح إن الحوت هو القارب اللي سافر بيه النبي موسى وفتاه ورسى بيهم على الشاطئ الصخري جنب إحدى الصخور، ونسي الفتى تثبيت وربط القارب وتسرب القارب للبحر بسبب الأمواج اللي سحبته جوه في البحر. وفتى موسى ما توقعش إن الموج يسحب القارب بعيد عن الشاطئ بالسرعة دي، عشان كده قال اتخذ سبيله في البحر عجبا بشكل سريع غير متوقع. موسى وفتاة اتجوزوا الشاطئ ومنطقة مجمع البحرين وبعدوا عنها، ولما بلغ بيهم التعب قال موسى الفتاة: هات لنا الغدا. وأثناء تناولهم الغدا قال الفتى لموسى: لما رسي القارب بينا جنب الصخرة نسيت أربطه وسحبته الأمواج، ونسيت أقولك قبل كده. رد عليه موسى: وصلنا لمجمع البحرين هو بغيتنا وما عدنا بحاجة للقارب. وبعد ما خلصوا الغدا رجعوا للشاطئ عند مجمع البحرين يتتبعوا أثر القارب، وأثناء عودتهم وجدوا العبد الصالح. إن الحوت هو القارب ده اللي بيخلي القصة منطقية وعقلانية، وكل قصص القرآن اللي فيها كلمة الحوت تستقيم أحداثها بشكل مذهل وعقلاني وواقعي لما نحطها في مكانها إنها قارب أو سفينة. فوجد عبدا من عبادنا
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. روايات كتير وقصص اتعملت على العبد الصالح ده، وبتسميه الخضر ووراه عليه السلام، وأحاديث كتير اتحطت على الاسم ده، وسبب تسميته انه قعد على فروة بيضة فاهتزت من وراه وأصبحت خضرة، وقالوا انه نبي أولي صالح، وقالوا انه نفس الشخص اللي عنده علم من الكتاب اللي قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وقالوا إنه ما ماتش ومازال حي مع إن ده مخالف لسنن الله في الكون ولن تجد لسنة الله تبديلا، والأقاويل كتير لكنهم اتفقوا كلهم إنه يعلم الغيب، وفيه اللي حط تفسير رمزي للقصة فخلى موسى يمثل الشريعة الواجبة الاتباع، والعبد يمثل القدر الخفي اللي بيفسر ما وراء الأحداث من الحكم والأسرار الربانية. مش هو المأخوذ من الرسول، المأخوذ من الرسول الحكم الظاهري الذي على مخالفة التكاليف وعلى التكاليف، إنما الحاجة بقى التانية دي علم تاني وراء الظاهر. مش الرسل بيعملوا ايه؟ بيجيبوا جايات الاحكام ويقول لك ربنا عايز منك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. الرسل يقولوا اوعى دم من الناس تقتله، اوعى حاجه الغير تتلف، الراجل ده هيتلف السفينه ويقتل الولا. الله، تبقى مش هي بتاعت الرسل. الرسل جايبين الاحكام الايه؟ احكام الظاهريه، في احكام ثانيه لها علل باطنه فوق العلل الظاهره من عندنا. شوف كلمه اتينا، هو اللي اتى ورحمه، وقال برضه من عندنا الاتيان كل عندي، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني مش بواسطة الرسل، من لدنا ايه؟ انا من كيس وانت من كيس، في كيس تاني، كيس الرسل وكيس الولاية دي موضوع تاني يسموه العلم الايه؟ اللدني. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ من الله ان يذهب اليه ويتبعه، ومع ذلك الامر من الله كان ادب التلقي من موسى، كان يقول له انا هتبعك لان ربنا قال لي اتبعك. الادب قال له هل اتبعك، الا تسمح لي يعني ان انا اتبعك؟ ادب الادب فعل المتعلم من مين؟ من المعلم. العبد الصالح مش شخص خارق ابدا زي ما بتقول الروايات، ولا يعلم الغيب زي ما بيعتقد المفسرين، لأن موسى مش هيطلب مرافقته واتباعه عشان يتعلم منه إزاي بيعلم الغيب. الرحمة والعلم اللي أتاهم الله للعبد ده ما كانش علم غيبي بأحوال الناس وأفعالهم الماضية والمستقبلية، إنما هو معرفة بالله وتعليماته، وأكيد هو زعيم في قريته بيلجأ إليه الناس لو عندهم مشاكل، وعارف بأحوال الناس واليتامى والضعفاء، وواضح إنه كان موجود في المنطقة بخطة مسبقة للي حيعمله. لكن موسى هو اللي ما يعرفش حاجة عن القرية ولا الصورة واضحة قدامه. يمكن أراد موسى إنه يتعلم إزاي العبد الصالح ده بيسوس قومه. قول العبد وما فعلته عن أمري لا يعني إن الله أوحى له بكده أو لأنه بيعرف الغيب، إنما ما عملش كده من تلقاء نفسه أو رغبة منه أو اتباع للهوى، لكن اللي عمله اتباعا لما يعلمه من تعليمات إلهية وشريعة أهل القرية دي وقوانينها، يعني نقدر نقول عليه سلطة تنفيذية في المكان ده. ومن التعليمات الإلهية بر الوالدين والإحسان لليتامى والمساكين، وده اللي عمله العبد الصالح. أحسن لمساكين بيشتغلوا في البحر لما ساعدهم يحتفظوا بسفينتهم من الملك الظالم، وأحسن للوالدين المستضعفين لما خلصهم من طغيان وبطش وكفر ابنهم، وأحسن لليتامى وده حصل بإقامة الجدار حتى يفضل كنزهم مستخبي لحد ما يكبروا ويطلعوه. احنا من بعيد بنستنكر قتل الغلام، لكن العبد الصالح برر ده بانه بيطغى على ابويه
وخاف عليهم يرهقهم بكفره. وفي بعض القوانين القديمة كانت عقوبة عقوق الوالدين إعدام. أسلوب سرد القصص في القرآن بيركز على أحداث القصة الحقيقية وبيسيب بعض التفاصيل الغير مهمة لعقل القارئ يربطها أو يبحثها في التاريخ أو يستدل عليها من السياق. ولو ما قدرش فيكفيه العبرة الموجودة في اللي يتقال من أحداث، ولا يترتب على القصص استنباط أي تشريع أو فرض السياق على أزمنة تانية بحجة إنها حصلت مع أنبياء ولما نكررها هتحصل البركة. وغياب تفاصيل القصص عننا مش معناها إنها غيب مطلق، والقرآن ما تطرقش للكيفية اللي علم بيها العبد الصالح المعلومات عن الملك الظالم اللي بياخد السفن، أو عن طغيان الغلام، أو عن وجود كنز تحت الجدار وإنه الغلامين يتيمين. وده مش معناه إن العبد تلقى وحي بالأمور دي. ليس في علم الشريعة كلها أن تقتل غلاما لعلمك بأنه سيكون كافرا وما فعلته عن أمره. من هنا استنبط العلماء أن العبد الصالح سيدنا الخضر هو نبي، لأن خواطر الأولياء ليست معصومة. خواطر الأولياء ليست معصومة. لا بد من أن الله أوحى إليه أن يقتل هذا الغلام. لا يمكن أن يقبل قتل بخاطر. الولي يأتيه خاطر، أما النبي يأتيه الوحي. فقتل نفس زكية لا يمكن أن يكون بخاطر من ولي، لا بد من أن يكون وحيا من نبي. هذا يؤكد أن سيدنا الخضر نبي من عند الله. شو منات لدنا؟ أنت عاد أقول لك ماذا لديك؟ يعني شو عندك هلا؟ علمناه من لدنا علما، أي أنه في اللحظة الراهنة في المنطقة اللي كان فيها العبد الصالح عطيناه كشف أنه لشوف هذا اللي صاير هلا. ما هذا العلم لدنا؟ يعني أطلعه الله على غيب جزئي؟ على غيب جزئي في المنطقة اللي هو موجود فيها. مما لديه؟ يعني هو مثل ما أنت لله المسألة، على إنه واحد عنده الكاميرات تبع دمشق كلها أو تبع بيروت كلها، رحت لعنده قلت له فرجيني شو في هلا أحداك، قام قال لك هذا في هلا هيك، كلها موجودة قدامه، عطاياها بس، يعني ما عطاها للمستقبل شيء ولا للماضي، عطيه إنه الآن. نعم. العبد الصالح اللي وجده موسى وطلب مرافقته كان عارف هو بيعمل ايه، وكان عنده خطة عمل مسبقة من قبل ما يقابل موسى، وما عملش اللي عمله عشان يبهر موسى بعلمه، لكنه قال له مش هتقدر تصبر على اللي ما تعرفش عنه خبر، عن اللي هعمله وهتشوفه وانت ما تعرفش الاسباب والحيثيات. وكل الاحداث اللي قصها العبد الصالح كانت من الماضي ومش محتاجة القدرة على معرفة علم الغيب. الملك الظالم كان موجود قبل خرق السفينة، وطغيان الغلام على أبويه كان موجود قبل قتل الغلام، والكنز كمان كان موجود من قبل. موسى هو اللي كان يجهل كل التفاصيل والخلفيات اللي قام بيها العبد، عشان كده استنكرها وظنها أفعال سيئة، حتى بناء الجدار اللي هو عمل صالح، لكن موسى استنكر على العبد انه يقوم بيه بدون مقابل في القرية البخيلة اللي مرضيوش يضيفوهم. موسى ما سألش عن الافعال بناء على طلب العبد الصالح، الا عن الافعال اللي استنكرها، والايات ذكرت الافعال اللي استنكرها موسى بس. وممكن يكون في أفعال تانية ما تحكتش لنا وما استنكرهاش موسى، والعبد الصالح اداله تأويل لها بشكل مختصر وانتهت القصة. فالآيات ما قالت لناش اسم وهوية العبد ده ايه، وما قالت لناش كل ما دار بينهم من حوار، بس ذكرت الأسباب وراء أفعاله، وما قالتش إذا كان موسى اقتنع بيها ولا لأ، وما قالتش كمان نتيجة كل فعل، فما نعرفش رد فعل أصحاب السفينة بعد ما عرفوا بالخرق، وهل نجت السفينة من الملك الظالم، وإيه رد فعل أهل الغلام بعد قتله، وهل كبر الغلامين اليتيمين واستخرجوا كنزهم.
واحنا ممكن ما نقتناش بالأسباب والمبررات اللي قالتها الآيات وشايفينها غير مقبولة، والسبب إن بعض التفاصيل غايبة عننا وبالتالي الحكم عليها مننا ممكن يكون صعب من غير امتلاكنا لرؤية كاملة للأحداث. ممكن العبد الصالح يكون زعيم في قريته وبيجيله الناس يشتكوله من فعل الملك الظالم اللي بياخد السفن غصب، وممكن العبد ده يكون أبلغهم بفعلته قبل ما يفعلها وهم عارفين بكده، وممكن يكون أهل الغلام اتكررت شكواهم من ولدهم وعقدوا مجالس كتير لتقويم سلوك الولد وكلها فشلت، وبالتالي استحق عقوبة الإعدام المقررة في قوانينهم. وممكن يكون العبد كان صديق لوالد اليتيمين ومأمنه على عياله وكنزهم، والعبد الصالح كان بيحافظ على الأولاد ويرعاهم ويهتم بشؤونهم وبيشقر عليهم كل شوية ومتابع اللي بيحصل معاهم. عشان كده نتعلم من القصة ما نستعجلش ونحكم على الأشياء من غير معرفتنا بكل الأسباب والصورة الكاملة لأي حدث، من غير ما نخوض في غيبيات وأسامي وهوية ونعمل منها خوارق ملهاش وجود في القصة، ونكتفي بما ذكرته الآيات وما نصدرش أحكام نهائية على ما لم نحط به خبرة. بطول الحلقات شفنا الأحداث اللي حكاها لنا القرآن هي طبيعية ومنطقية وبتحصل معانا لحد دلوقتي. شفنا ازاي العصايا اليابسة بأمر الله اتثعبت منها الفروع والأغصان، يمكن بأسرع من السرعة المعتادة لنمو النبات، لكن احنا دلوقتي لما اشتغلنا بالعلم قدرنا نكتشف سر الحياة الكامن في النبات واللي ممكن تحفيزه، وبنرجع الشجرة اليابسة تزهر وتنتج ثمار من غير معجزات بس بشوية مضادات فطريات وحشرات وبشوية مغذيات ممكن الشجرة اليابسة ترجع للحياة. وشفنا ازاي تشق البحر، والقرآن قال لنا ان قوم موسى اشتغلوا معاه في العملية دي وحولوا مجرى المياه في المسطح المائي المحدود وتحول ليم جرف فرعون وجنوده. هل لو الموضوع فيه معجزة كان ربنا هيستعين بقوم موسى في عمل المعجزة؟ الآيات بتتكلم عن أحداث واقعية ضمن قوانين الكون الطبيعية اللي وضعها ربنا في ملكه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وما فيش خرق لنواميس الكون بالمعجزات إلا من بعض الآيات اللي بيجريها الله على إيد أنبيائه بيزلزل بيها القلوب المتحجرة، لكنها ممكنة الحدوث وأسباب حدوثها موجودة في الكون، بس نشتغل نبحثها ونحققها، مش نردد خرافات وأوهام ونساعد أعداء الدين يشوهوه ويستخفوا بعقولنا ويبعدونا عن الصراط المستقيم بالثرثرة بكلام منسوب زورا للرسول وما هو بكلامه، وعلوم دين بتفرغ الدين من مضمونه وبتحوله المادة سخيفة بنقبله مضطرين أو نرفضه ونتباهى بإلحادنا. وده اللي قاله لنا الكتاب في سورة الإسراء لما المشركين طلبوا منه إسراء ومعراج آيات زي الأقوام التانية عشان يؤمنوا بربنا، فرد عليهم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ورد الرسول سبحان الله هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني البشر لا يخترق نواميس الكون والله لا يغير سنته في الكون، يعني كل الآيات هي ضمن قوانين الطبيعة اللي بنعرفها واللي لسه هنعرفها وممكنة الحدوث لو اشتغلنا وبحثنا وسرنا في الأرض وتأملنا خلق الله في الكون. مش كل حاجة ما نعرفهاش ننسبها للجن والعفاريت ونروح للشيخ يطلع لنا العفريت بالرقية الشرعية
وكل شيخ وله طريقة. القرآن طاقة نور، وإحنا تفعلها في الأرض، لأننا ما تخلقناش عبثا. ربنا خلقنا كل فرد لحد ما تقوم الساعة بشر متفرد ببصمة عينيه وبصمة إيديه وبصمة دمه وبصمات كتير لسه ما اكتشفناهاش، عشان يؤدي رسالته على الأرض. وكل واحد فينا لازم يكون حريص إنه ما يخرجش من الدنيا إلا وهو سايب بصمته في عمله. والعمل هو العبادة، مقولة ورثناها من أجدادنا، بس بنلف وندور حواليها وبنعمل نفسنا بنسعى وإحنا مغموسين في طرف الدنيا، عشان الدنيا مش عشان اليوم الآخر. بعدنا كتير عن كلام ربنا، ومشينا ورا كل دجال وصدقناه وهو بيفسر أو بيستشهد بالقرآن وبيدحرج الكلمات على لسانه، وهو في الحقيقة بياخدنا بعيد عن مراد الله، وبيقبض على كده فلوس وعربيات وستات وفيلات. مين اللي بيدفعله يا ترى؟ وهدفه ايه من كده غير تضليل البشر اللي بيصدقوهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا؟ الدين ربنا شرعه لخدمتنا، مش احنا مطلوب نخدمه ونحطه مادة في الدستور نتخانق عليها او نعلقه على يافطة فوق مستشفى او بنك. وشرع ربنا هو اللي شرعه بس في كتابه، واللي بيجتهد وبيقيس ويطلع حكم أو يفتي باسم الله ده شخص متأله على الله، وإن كان بيسموه عالم أو جماعة أو مؤسسة أو حتى صرح كبير وله أجنحة. الدين منهج عمل، يتاخده وتشتغل بيه بحقه بينك وبين ربك، أو تسيبه، وده اختيارك أنت وانت حر. ودينك امانه في رقبتك، هو اللي هتقابل بيه ربنا، يا تقيمه صح في نفسك يا تضيعه. وان بلغت في المظاهر واللسان اللي بيلهج بالتسبيح قدام الناس، والله العليم بما في الصدور. اختار، واختيارك هو اللي هتقابل بيه ربنا يوم الحساب. وما تقولش انا مالي، انت حضرت المشهد وحتتسئل يوم القيامة فين كنت وقت وقوع الجريمة في حق البشرية جمعاء. ومش هينفعك حد، كله بيتبرأ من كله أمام العدل المنتقم.